المدارس الكرفانية ظاهرة أصبحت نذير سوء لحال التعليم في العراق بعد عام 2003، حيث اعتمدت الحكومات المتعاقبة بناء مدارس كرفانية لتكون بديلة عن الأبنية المدرسية النظامية، وهذا الحال أصبح ماثلا وبكثرة في أطراف بغداد. المدرسة الكرفانية راح تنبني من مادة السندويش بانل اللي هي يعني رفضت حتى صحيا وبها خطورة عالية لأنه سريعة الاشتعال بالحرارة، بها تأثير، وبالبرودة بها تأثير آخر، غير مناسب للطالب، غير مناسب للهيئات التعليمية والتدريسية بسبب عدم توفر المقومات العمل التربوي داخل هذه المؤسسة من خلال تصميمها وبنائها على شكل كرفاني. أعتقد هذا كل الأمر يقع على عاتق الحكومة، الحكومات المتعاقبة للأسف أنه ما أخذت محمل الجد إنهاء هذا الملف، ملف المدارس الكرفانية. السلطات الحكومية قالت إن القطاع التعليمي في العراق بحاجة إلى بناء 6000 مدرسة لفك الدوام المزدوج والثلاثي وحتى الرباعي، نافية أن تكون المدارس الكرفانية بديلا دائما عن المدارس النظامية. لا يمكن أن تكون المدرسة الكرفانية حل دائم، هي بالتأكيد حل مؤقت لفك الازدحام عن المدارس المتواجدة، وذلك بسبب قلة الأبنية المدرسية، بسبب قلة الأراضي المملوكة لوزارة التربية. يوما بعد آخر يهوي قطاع التعليم في العراق بعد عام 2003، فالناظر إلى حال التعليم يرى مشكلات ثقيلة يعانيها هذا القطاع، بدءا من المدارس الكرفانية وصولا إلى خروج العراق من المؤشر العالمي لجودة التعليم.